اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنشرح درس تنميه البيئه الصحراويه في الوحده الاولى في وحده البيئه الصحراويه. النهارده هنتكلم عن تنميه البيئه الصحراويه، وعايزين نعرف مع بعض ازاي الدوله بتحاول تنمي وتعمر الصحراء وتحل كل المشكلات اللي موجوده فيها. فهنستعرض مع بعض دلوقتي مشكلات البيئه الموجوده داخل البيئه الصحراويه وايه هي جهود الدوله لحل هذه المشاكل. فتابعوا معانا. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس تنمية البيئة الصحراوية. تنمية يعني زيادة وتعمير كل موارد البيئة الصحراوية علشان نقدر نحل المشاكل اللي بتعاني منها الدولة من قلة الأراضي الزراعية اللي ابتدت تتناقص بشكل كبير. عندنا البيئة الصحراوية في مصر بتعتبر مستقبل مصر، عشان هي بتشغل مساحة كبيرة حوالي 96%. عشان كده الدولة بتحاول تحل كل المشاكل اللي بتعاني منها البيئة الصحراوية وتخليها منطقة كسب. فعندنا في البيئة الصحراوية بتعاني من 4 مشاكل رئيسية. أول حاجة قلة المياه، بعدين حركة الرمال، بعدين السيول، بعدين تملح التربة. أول مشكلة بتقابلنا هي قلة المياه. طبعا احنا عارفين ان بتندر مياه المطر في المناطق الصحراوية، وده بيؤثر بشكل سلبي على النباتات، وكمان ان بينخفض منسوب المياه في الآبار نتيجة للاستهلاك الزائد في المياه. طبعا بسبب كثرة الاستهلاك اكيد المياه اللي موجودة في الآبار هتقل، وطبعا عندنا الامطار نادرا ما بتسقط في البيئة الصحراوية، فده برضو بيؤثر سلبا على نمو النباتات. تاني مشكلة هتقابلنا هي حركة الرمال. يعني ايه حركة الرمال؟ يعني وجود كميات كبيرة من الرمال المفككة تقوم الرياح بتحركها من مكان لآخر، وطبعا الرياح بتنقل الرمال المفككة دي الى الأراضي الزراعية. طب ايه المشكلة في كده؟ ان الرمال دي اما بتتراكم على الأرض ده بيفسد التربة. طيب الرمال دي وحركة الرمال بفعل الرياح دي ايه نتيجتها؟ هتؤدي لايه؟ اول حاجة يا سيدي ان الرمال دي هتؤدي الى اتلاف الحقول الزراعية، هتبوظ الاراضي بتاعتي. تاني حاجة هتعطل حركة النقل علشان الرمال بتتراكم على الطرق. كمان ان الرمال دي هتنتقل الى الابار وتردمها، وده يخلي تزيد نسبة التصحر في البيئة الصحراوية. الابار اللي هم بيستخدموها في الزراعة هتتردم، مفيش مية، فهيزيد التصحر. طب يعني ايه تصحر؟ معناها ان الاراضي التربه الزراعيه بتتدهور وبتنخفض قدرتها على الانتاج بشكل كبير. فدي مشكله حركه الرمال. يعني الرمله بتؤثر، الرمله المفككه دي اما بتنتقل بفعل الرياح هتردم لنا الابار، هتتلف لنا الاراضي الزراعيه، هتعطل حركه النقل. فدي مشكله لازم الدوله تحلها. عندنا تالت مشكله بنقابلها في البيئه الصحراويه هي السيول. طيب يعني ايه سيول؟ سيول يعني امطار غزيره فجائيه بتسقط بشكل مفاجئ. طب السيول دي بتؤدي لايه؟ اول حاجه الامطار الغزيره الفجائيه دي بتدمر الحقول الزراعيه وتغرقها، بتدمر المباني، بتدمر الطرق، فبالتالي بتتعطل حركه النقل على الطرق. يبقى السيول دي امطار غزيره فجائيه بتسقط بشكل مفاجئ، بتدمر كل حاجه قدامها. اما بالنسبه للرابع مشكله هي تملح التربه. تملح التربة معناها ان الاملاح بتتراكم على سطح التربة وداخل المسام. طب الاملاح دي جاية منين؟ بسبب تبخر المياه واستقرار الملح على سطح التربة. كل تربة في الدنيا فيها نسبة من الاملاح، نسبة الاملاح بتزيد اما المية بتقل في التربة. طبعا الشمس بتبخر المياه، فبيؤدي ده الى ايه؟ ان نسبة الاملاح بتتراكم على سطح التربة وداخل المسام، وهي دي الطبقة اللي بتنمو فيها النباتات. فده بيؤدي ايه؟ دي مشكلة بتؤدي الى تدهور التربة. طب الدولة تعمل ايه؟ ايه هي جهود الدولة عشان تنمي البيئة الصحراوية؟ الدولة قالت انا لازم احل المشاكل دي، فقالت اول حاجة اللي انا لازم اهتم بمشاريع استصلاح الاراضي في البيئة الصحراوية. يعني اخد اراضي غير صالحة للزراعة واحولها لارض زراعية واوفر لها المياه والاسمدة والمعدات وازرعها، وكده بزود انتاجي الزراعي. تاني حاجة ان في مناطق فيها مياه جوفية كتير، فاحفر الابار باستخدام الالات بس تكون ابار عميقة، زي مشروع شرق العوينات. لقوا عند جبل العوينات كميات كبيرة من المياه الجوفية
تكفي لزراعة 255 ألف فدان. فقالوا ليه ما نستخدمش المياه دي ونستخدمها في الزراعة؟ طب نعمل ايه تاني عشان السكان يرضوا يتنقلوا من الوادي والدلتا المتمركزين فيها؟ والله نعمل شبكة من الطرق علشان نسهل حركة التجارة من ناحية، وننقل الركاب ونربط الصحراء بالوادي والدلتا. فمحدش يقول لك لا ده ما فيش مواصلات، طب انا اروح ازاي؟ لا اهي هنعمل لكم شبكة من الطرق. طب ايه كمان ممكن اوفر فرص عمل للشباب هناك بذلك؟ عن طريق تشجيع سياحة السفاري اللي مشهور بيها البيئة الصحراوية. طب اعمل ايه تاني؟ اهتم بمشروعات سياحية، اشجع المستثمرين ان هم يعملوا لي منتجعات وفنادق داخل البيئة الصحراوية، فبكده اوفر فرص عمل كتير. سادس حاجة ان انا اهتم بالمحميات الطبيعية اللي موجودة بكثرة في البيئة الصحراوية. وعندنا المحميات اللي موجودة بكثرة في البيئة الصحراوية وفيها حيوانات ونباتات وطيور نادرة بتجذب السياح. عندنا لو بصينا هنا على الخريطة محمية الصحراء البيضاء، وعندنا محمية سيوة، ومحمية وادي الريان والحيتان، ومحمية سانت كاترين، ومحمية جبل علبة وغيرها. دي محميات طبيعية لازم الدولة تهتم بيها، فيها نباتات وحيوانات وطيور نادرة. المحمية الطبيعية معناها ايه يا ولاد؟ مساحة من الارض او المياه فيها حيوانات ونباتات وطيور نادرة. فطبعا دي ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية لازم الدولة تحميها من اي سلوك انساني يسبب لها الضرر. طيب عندنا الدولة تعمل ايه تاني عشان تنمي الصحراء؟ عندنا مشكلة، فاكرين مشكلة حركة الرمال؟ طب نعالج المشكلة دي ازاي؟ الدولة عملت مشروع استزراع الكثبان الرملية، نزرع الكثبان الرملية دي عشان الرملة ما تتحركش. اول مشروع عملته جنوب واحد سيوة. ماشي، يعني استزراع كثبان الرملية يعني ازرع نباتات كالسيسل وارويها ورايها بالتنقيط، فده هتثبت الرمال في التربة، فهنعالج بكده مشكلة حركة الرمال. طيب اما جينا سألوا لنا بما تفسر ليه بنزرع الكثبان الرملية؟ ليه بنزرع الرملة؟ ليه في البيئة الصحراوية؟ عشان لتثبيت الرمال ومراقبة حركتها على الطرق. يبقى ثبت الرملة من ناحية ومنعت تراكمها على الطرق وتعطيل حركة النقل من ناحية أخرى. كمان الدولة عملت حاجة، لقت إن في حل لمشكلة السيول. عملت إيه؟ ابتدت تنشأ سدود على الأودية اللي بتتعرض للسيول، وقلنا سيول يعني أمطار غزيرة فجائية بتسقط فجأة، مش متوقع وقت تسقطها. طب نعمل إيه أما المية دي تنزل؟ نعمل سد زي سد الروافع على العريش. ماشي، وبكده السد ده يخزن المية دي ونستخدم المية الغزيرة الفجائية دي في الزراعة. يبقى ما جينا سؤال يقول لنا بما تفسر ليه الدولة عملت إقامة سد الروافع على وادي العريش؟ هنقوله عشان تحجز المية وتستفيد منها بدلا من إهدارها.